أهلا بكم من جديد. طالبت 18 مجموعة حقوقية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بضمان عودة قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى السياسة الخارجية الأمريكية تجاه البحرين وربط الدعم العسكري للبحرين بإرساء الديمقراطية، كما يعبر عن أملهم في أن تبدي الولايات المتحدة استعدادها لنقل الأسطول الخامس من البحرين إذا استمرت انتهاكات حقوق الإنسان. وعبرت المنظمات الحقوقية عن قلقها من الهجوم الممنهج على النشطاء الحقوقيين في البحرين، مشيرة إلى أن قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان يقضون عقوبات طويلة في سجون مكتظة وغير صحية، حيث يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة. ودعت المنظمات بايدن إلى العمل على تأمين الإفراج عن الشخصيات السياسية المعارضة من السجون البحرينية وضمان إنصاف ضحايا الانتهاكات وحصولهم على التعويضات. ولفتت المنظمات الحقوقية إلى الارتفاع المتزايد لعقوبة الإعدام في البحرين، مؤكدة أن 25 شخصا يواجهون خطر الإعدام الوشيك، أدين نصفهم بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب. ينضم إلينا من واشنطن حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. سيد حسين، هل فعلا هذه المنظمات الحقوقية تعول على إدارة بايدن في إعادة إحياء ملف حقوق الإنسان في العلاقة مع البحرين؟ الجواب المختصر لا، ولكن بعد 4 سنوات من هذه الإدارة الحالية، إدارة ترامب، التي هي عبارة عن إدارة بيع أسلحة لدول الخليج، بيع أسلحة للبحرين، وإقامة علاقات مع إسرائيل، أعتقد الإدارة الجديدة ممكن العمل معها، ممكن التعاون معها، أو ممكن الضغط عليها لأخذ قرارات وبناء أو تبني سياسات تصب في صالح عمل الديمقراطي أو إنشاء الديمقراطية في البحرين واحترام حقوق الإنسان. وأول وأولويات العمل الإطلاق الكامل لجميع المعتقلين السياسيين بدون قيد أو شرط، وكذلك محاسبة الجناة من أعلى الهرم. هل لدى هذه المنظمات خريطة طريق للعمل في هذا الاتجاه مع بايدن وإدارته المقبلة؟ نعم، الأشخاص الذين تم اختيارهم في وزارة خارجية الرئيس الجديد، بعضهم ينتمي إلى العمل الحقوقي أو لديه سجل خلنا نقول شبه جيد، ولديهم تصريحات في السابقة جيدة وعملوا في المجتمع الحقوقي، فالتأثير والضغط عليهم سيكون أسهل بكثير من الإدارة الحالية، إدارة نعم. أيضا الكونغرس سيكون حليف جيد وقوي لدفع إدارة بايدن لأخذ السياسات الصحيحة بالنسبة للبحرين. طيب سيد حسين، المنظمات كما تابعنا تتحدث عن هجوم ممنهج على النشطاء والحقوقيين في البحرين، كيف يحصل ذلك عمليا؟ الآن في البحرين لا تستطيع حتى التغريد الذي فيه انتقاد للحكومة، تسجن على قضايا أمن دولة وانتهاك سيادة، لا تستطيع انتقاد رئيس الوزراء مثلا. الآن رئيس الوزراء سلمان بن حمد متهم من عدة جهات بأنه قام على رأس قمة الفساد الاقتصادي والفساد الإداري في البحرين، لا تستطيع انتقاده، إن انتقدته ذهبت إلى السجن. إذ حملت الملك مسؤولية الاعتقال والتعذيب بعد تقرير بسيوني يتم اعتقالك. إذا تواصلت مع منظمات حقوقية وأبديت وجهة نظرك أو وثقت انتهاكات حقوق الإنسان يتم اعتقالك. إذا صرحت بما جرى لك داخل السجن من تعذيب وانتهاك للكرامة يتم اعتقالك. البحرين اليوم أصبحت دولة بوليسية، إذا تم التواصل أو حتى الشكوى إلى الجهات المختصة داخل البلد يتم الانتقام منك. عليك أن تسكت، عليك أن تقبل بالواقع، وعليك أن تعيش حياة بدون حرية أو بدون كرامة داخل هذا البلد، لأن السياسة الآن فقط في يد عائلة واحدة هي من تحكم وهي من تقرر، وعلى رأسها
وملك البلاد الحالي حمد بن حمد. شكرا. طيب في هذه النقطة تحديدا، بما أننا بدأنا بالحديث عن إدارة بايدن وأشرت إلى أنه الآن بعد 4 سنوات من عقود السلاح ومن السكوت على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، الآن هل تعتقد أن إدارة بايدن سيكون لديها منهج مختلف بالنظر إلى هؤلاء الأعضاء الذين ذكرتهم من ضمن فريقه ولهم باع طويل في مجال حقوق الإنسان؟ شوف، أنا أتوقع سيكون هناك تغيير معين. خلني فقط في ثواني أقول لك لماذا. لأن بدأ الخوف يظهر على ملك البحرين، بدأ القلق يظهر على ولي العهد رئيس الوزراء سلمان بن حمد، بدأوا بأخذ خطوات، بدأ يقابل شخصيات محسوبة على المعارضة داخل البلد. كان هناك لقاء مهم مع أحد كبار رجال الدين في البلد سيد عبد الله الغريفي، التصريحات بدأت تظهر، العلاقات العامة للبحرين بدأت تعمل في واشنطن، في لندن، في جنيف. البحرين اليوم أصبحت دولة منبوذة في المجتمع الدولي عندما تأتي إلى مسألة حقوق الإنسان. الآن الحكومة البحرينية تحاول بقدر المستطاع على الأقل حل بعض هذه الملفات قبل أن يمسك بايدن بالرئاسة. فنعم أرى ذلك، أرى الخوف في السياسة التي يتبعها ملك البلاد حاليا في البحرين وأيضا رئيس الوزراء ولي العهد. شكرا جزيلا لك حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين. شكرا.